بهذا المسار، بهذا الدرجة، بهذا النحو، هذه مسؤولية تاريخية، هذه بلاد، هذا التاريخ، هذه حضارة، ما نجموش نلعبوا بها. تفضل معي. جواب سوكر. راديو جوهر FM 31 مايو 2021. نهاية الأسبوع تعدت حفلة كعادتها حركة ودولب سياسي داير، وفي استقبال المانحين والمتبرعين فليتنافس القيسيون والمشيون. قبل الحديث على المفاوضات مع الليبيين والقطريين، نحب نرجع لك البوليميك اللي عملتها تصريحات ماهر مذيوب واستفيدة. قال افتخر بالانتماء للتجمع وافتخر بالانتماء للنهضة. قال نحن أصحاب الباتين دم تاع استفيدة ومن وضع قواعدها وفنونها. فما ناس دافعت على ماهر مذيوب خاصة من حركة النهضة، قال لك الرجل راهو تعرض للتعذيب في السجون وراهو تم تجنيده الاختراق تجمع وطلبة التجمع يخفقوا به وعذبوهم بعد تلقى روحه مضطر للدخول إلى طلبة التجمع. تصريحات ماهر مذيوب وحالته وارتباكه وحديثه على الاستفيدة تدل على وضع البلاد التونسي اليوم. الاستفيدة اللي دخلت عباد للحبوسات ومرمدت ودمرت عائلات، ولات موضع فخر ما بعد الثورة، ولات موضع للشرف، شرف ما بعد شرف شكون يخلط له. ابتسم أنت في تونس. هات نرجع للقيسيين والمشيين. قيس سعيد استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي وكالعادة حديث عن أفكار جديدة، تاريخ جديد، مقاربات ورؤى جديدة. الغريب أن الحكومة تقريبا كانت غايبة على جلسات التفاوض مع الوفد الليبي. الحكومة هزت روحها برئيسها وزير ماليتها ومحافظ بنكها المركزي ومشيت للدوحة. واضح الانقسام مازال حاضر بين رأسي السلطة التنفيذية. واحد يفاوض في الوفد الليبي، تفكروا لي قيس سعيد قبل الساد عيشان المشيشي قال له كان تعطيني اخر المعطيات المتعلقة بما انتهت اليه زيارتك الليبي ياسر المشيشي، استعدادا لزيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي لتونس. ولكن الانقسام مازال متواصل، غياب الوحدة وغياب المشروع وغياب التصور، كأننا إزاء دولتين اثنتين، واحدة للقيسيين واحدة للمشيشيين وجماعتهم. حاب نرجع لتصريح أدلى به رياض الشعيبي مستشار رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس النواب راشد الغنوشي. قال أنه هشام مشيشي سيعود بعد زيارته إلى قطر باتفاقيات كبرى بوديعة مالية قيمتها 2 مليارات دولار و20 مليون جرعة لقاح ضد كورونا. وقال سيتم إبرام 50,000 عقد عمل لفائدة اليد العاملة التونسية. لحد الآن المعطيات غير واضحة ورئاسة الحكومة زالت متكتمة على الأمر ولا تفاصيل ولا حد شيء. تيحنا الزيارة سمعنا بها من بعد. ولكن لو صح الأمر، لو فعلا عاد سيل مشيشي بزوز مليار دولار وعشرين مليون جرعة لقاح وخمسين ألف عقد عمل، فإنه السؤال الكبير شكون اللي سير في الدولة اليوم؟ راشد الغنوشي يم هشام مشيشي؟ فما جماعة كم منير قال عتشبي أنا يمشي يجيب مصلحة للبلاد وفي خير البلاد فليتنافس المتنافسون. صحيح في ظهر الأمر حاجة باهية، ولكن فما دولة فما مؤسسات. زعم هشام المشيشي يرضى الروح باش يمشي يوقع على اتفاق أبرم وراشد الغنوشي قبله. يا أخي هذه مش إهانة الرئيس الحكومة، مش في شخصه فقط وإنما في سيفته كرئيس الحكومة. يزور دولة شقيقة ولا أجنبية فقط لتنفيذ اتفاق سابق. يعاد عطاه الكشي راشد الغنوشي وخلاه وصحح قد هو شد تونس علاش ماشي للدوحة. الغنوشي نتفكروا أنه قال اللي هو ذهب في زيارة خاصة ودية لقطر، ولكن المعطيات حسب تصريح رياض الشعيبي تأكد أنه فما اتفاقيات، وكما قلنا هذا يروا في عدم احترام المواثيق الدولة. سيل مشيشي يلزم يوضح ويزم يثبت ويأكد أنه تونس راهي دولة مؤسسات، وأن الأحزاب السياسية اسمها نهضة اسمها أي حزب آخر لا دخل لها في الاتفاقيات بين الدول. اللي يبرم اتفاقية بين دولة ودولة هو رئيس حكومتها ولا رئيسها، مش رئيس حزب. ثم نحب نفكر أنا بتصريح وزير خارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني بعد استقباله من رئيس السيسي،
اللي قاره قطر لا تدخل في الخلافات الحزبية الداخلية، قطر تتعامل مع اللي انتخبوا الشعب واللي يمثل رسميا الدولة. ونتفكروا أيضا اللي فما معادلة إقليمية جديدة، قطر استدعات السيسي لزيارة الدوحة. سيدي رئيس الحكومة سي هشام المشيشي، سيدي رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، كم بنوا في الداخل كما تحبوا، اقولوا الراس على الراس، عملوا اللي تحبوا، أما البرة خليوا الدولة تختم، ما تزيدوش تمرمدوا صورة تونس. تونس راهي دولة مش أحزاب، هي في الداخل مضروبة بمجالسها البلدية اللي كل مرة يخرج لنا واحد يعمل قرار ضد المركزية ضد الدولة، تزيدوا تضربوا صورتها البرة في الخارج. لا يزي انتم تطلبوا وتساسي ورهنتوا البلاد، لا يزي تشلكوا صورة الدولة، لا يزي زادك الخلاف بين الرئيسين قيس سعيد من جهة وهشام المشيشي من جهة ثانية. قليلا من التحفظ وكثيرا من الحياة السياسية، وحافظوا على ما بقي من الدولة.